رغم الضغوط، رغم الأزمات الاقتصادية وغيرها، بقى الموقف الجزائري شامخ شريف ثابت. يعني هذا حقيقة يعني يعجز اللسان عن إيجاد عبارات الشكر اللي توفي بها ما يحس به كل مواطن أو مواطن صحراوي تجاه الشعب الجزائري، مؤسسات وأحزاب ومجتمع مدني بجيش وبحكومته وبرئيسه. يعني يبقى الموقف في تطور، حب اللي حب كره اللي كره.